والآن مع الحركة على بعدين أو two dimensional collisions. إذن كما تلاحظون التصادم هنا ليس رأس برأس، هناك مسافة تفصل مركز الجسم الأول، هذا الجسم رقم واحد، مع الجسم الثاني. بصورة عامة سوف نبسط هذه المسألة إلى مسألة تصادم مرن من النوع المرن. بالطبع كل الإمكانيات مفتوحة، اللا مرن، perfectly inelastic، ولكن فقط لتبسيط المسألة ولدراسة حالة خاصة جدا سوف نفترض أن التصادم مرن من النوع المرن elastic collision. إذا نحفظ المومنتوم ونحفظ الطاقة الحركية، وثانيا أن الجسم الثاني يكون متوقف. أوكي، إذا السرعة V2I تساوي صفر. إذا في البداية الجسم رقم واحد هو اللي عنده سرعة بدائية ويتجه إلى اليمين كما تلاحظون، إذا سرعة V1I. وبعد ذلك نلاحظ أن الجسم رقم اثنين إذا سوف ينتشر بالزاوية فاي، أوكي، والجسم رقم واحد ينتشر بزاوية تيتا، ولهذا السبب إذا يجب استعمال الإحداثية إكس. إذا الإحداثية إكس هي اتجاه الأصلي، الإنسيدنت دايركشن. اوكي، الانسيدنت دايركشن هي الاتجاه الساقط او الاتجاه الاصلي للجسم رقم واحد، اذا هو هذا المحور الافقي ومتجه الى اليمين، والمحور واي متجه الى الاعلى ومعامد للمحور اكس. اذا نقطة التصادم هي هذه، لهنا عندنا بعد التصادم افتر ذا كوليجن، اذا نقطة التصادم هي هنا. اوكي، وبالطبع هي دائما نحن نهتم بالمراكز. اوكي، بالطبع ممكن تقولوا لي أن المراكز لا تلتقي، ولكن نحن دائما ندرس أجسام مادية فيه بالطبع تناقض، أعترف، ولكن من جهة نحن ندرس دائما أجسام نقطية point like أو point particles. أوكي، وثانيا التصادم بالطبع على بعدين لا يمكن أن يكون ما بين نقطتين، فلازم أن يكون ما بين أجسام ذات أبعاد. أوكي، ولكن بالرغم من هذا نبسط المسألة تاعنا، نقول أن المركز للجسم الأول التقى بالمركز للجسم الثاني في نقطة واحدة هنا، إذا هذه نقطة التصادم. والجسم الأول إذا الزاوية يعمل زاوية تيتا مع محور الإكس، نحسب دائما الزوايا بالاتفاق، إذا من الإكس إلى الأعلى الزوايا تحسب بالموجب، ومن إكس إلى الأسفل في الاتجاه المعاكس الزوايا تحسب بالسالب. إذا الفيلوسيتي V1F للجسم الأول إذا تسقط إلى مكونة إكس ومكونة واي، إذا مكونة إكس بالكوساين تيتا والمكونة واي بالساين تيتا. والسرعة النهائية للجسم الثاني V2F velocity V2F إذا تسقط في اتجاه الإكس بكوساين فاي إذا موجبة، وفي اتجاه الواي تسقط بماينس ساين فاي لأن الفاي هذا بطبع إلى الأسفل، إذا الساين تاعه يكون سالب. إذا السيموليشن هذه شفناها من قبل، هذه السيموليشن تسمح لنا بتعديل الكتل الـ M1 وM2، الوحد لا تهمنا هنا، الأرقام العددية هي اللي النسبية. مثلا هنا لدينا كتلتين متساويتين، هذه قيمتها 10 وهذه قيمتها 10، ممكن تكون 10 جرام ممكن تكون 10 كيلوغرام لا يهم. السرعة البدائية initial speed نعدلها هنا، وهنا نعدل المسافة لتفصل إذا المسار أو الانسيدنت دايركشن للجسم رقم واحد مع مركز الجسم الثاني. كما تلاحظون هناك مسافة مقدارها 7، ممكن نعدل المسافة هذه إلى 0، لهنا يكون عندي إذا تصادم رأس برأس. إذا نشوف مع بعض، وبالطبع هذه التصادم هذا على بعد واحد 1D one dimensional collision، هذا اللي درسناه من قبل. والآن نهتم بالسيتويشن عندما يكون عندي إذا مسافة ما بين اثنين، مثلا 10، أوكي؟ عفوا. إذا هنا بالطبع التصادم سوف يكون على المستوى، مستوى السبورة، وسوف إذا يلزمنا استعمال محور إكس ومحور واي وتو كوردينيتس لتحليل هذا التصادم. شايفين؟ إذا الزاوية فاي للجسم رقم 2 والزاوية تيتا للجسم رقم 1، هذه قيم تيتا شايفين 62 فاصل درجة، والفاي ناقص 27.7، وهنا عندنا قيم السرعة النهائية. إذا ليس هناك علاقات عامة للحفظ، إذا كما افترضنا أن التصادم مرن، إذا في البداية لدينا حفظ المومنتوم، أوكي، إذا توتال مومنتوم الانيشال، أوكي،
إذن الانيشال بطب هذا يساوي صفر. أوكي شايفين هنا يساوي صفر في اتجاه ال x بالطبع وفي اتجاه ال y نشوفه فيما بعد. هذا الإسقاط في اتجاه ال x، إذن في اتجاه ال x يساوي صفر بالطبع للجسم رقم اثنين. الجسم رقم رقم واحد هو فقط اللي يتحرك، ويساوي مجموع المومنتا في النهاية. أوكي إذن مجموع المومنتا من الأول v1f والثاني v2f. أوكي إذن الإسقاط على ال x وش يعطيني بالنسبة للفاينل مومنتا؟ إذا للجسم الأول نستعمل كوساين تيتا، والجسم الثاني كما شفنا نستعمل كوساين فاي، والاثنين موجبين. شايفين الـ X كومبوننت لهذا موجبة والـ X كومبوننت لهذا موجبة. نشوف أيضا في بعض الحالات أنه ممكن يكون أحد الـ X كومبوننت ممكن يكون سالب. أوكي هذه فقط أحد الحالات وين الاثنين إذا ينتشرون أو ينتشران إلى الأمام. أوكي إذا قلنا أنه الربع هذا والربع هذا هما الاتجاه إلى الأمام، في هناك إمكانية وأن الجسم هذا مثلا ممكن يروح إلى الربع الثاني هذا. أوكي يعني يرتد إلى الوراء. نشوف هذه الحالة فيما بعد. والإسقاط في اتجاه الواي بطبع هذا ما عندوش مكونة في اتجاه الواي، إذا يعطي صفر، والثاني متوقف يعطي صفر. أوكي إذا في اتجاه الواي initial momentum يساوي صفر. إذا حتما هناك مكونة موجبة ومكونة سالبة. المكونة الموجبة تيجي مثلا من الجسم الأول، والمكونة السالبة تيجي من الجسم الثاني. أوكي إذا لدينا المكونة الموجبة هنا اللي فيها sin theta، والمكونة السالبة اللي فيها sin phi. بالإضافة إلى حفظ المومنتوم قلنا أنه التصادم مرن، إذا لدينا حفظ الطاقة الحركية. أوكي إذا لهنا عندنا initial kinetic energy، وتلاحظون أن الجسم الثاني متوقف، إذا هذا الترم يساوي صفر. أوكي شايفين هنا الترم الثاني يختفي، يبقى لي فقط الترم الأول قبل الكوليجن، ويبقى وفي الأخير إذا عندي two terms. أوكي الترم للجسم الأول، الطاقة الحركية للجسم الأول زائد الطاقة الحركية للجسم الثاني. الآن لاحظوا مليح، إذا كانت الكتلتين متساويتين، أوكي إذا من حفظ المومنتوم لدينا إذا m v1i يساوي مجموع للأول زائد الثاني، وهنا عندنا M معامل مشترك يختفي، ويبقى لي أنه V1I تساوي مجموع السرعة في النهاية. أوكي ولدينا حفظ الطاقة الحركية، إذا نكتب حفظ الطاقة الحركية أنه إذا الطاقة الحركية في البداية هي فقط الطاقة الحركية للجسم الأول، الثاني متوقف. أوكي و V1I تربيع، وش هي V1I تربيع؟ هي بطبع V1I سكالر V1I. أخي نذكروا أنه مربع الفكتور هو إذا السكالر برودكت للفكتور مع نفسه. أوكي إذا هنا V1I تربيع هو هذا المجموع سكالر نفس المجموع، لأنه هو هذا سكالر نفسه. أوكي وبالتالي كتبناه هنا، إذا هو V1F زائد V2F. أوكي كمتجه ومربع، وفي نفس الوقت بطبع هذا يساوي مجموع الطاقات الحركية في النهاية، ومجموع الطاقات الحركية نلاحظ أنه M1 يساوي M2 يساوي M. أوكي إذا M معامل مشترك وواحد على اثنين معامل مشترك، إذا نتحصل أيضا من هذه المعادلة أنه يساوي في نفس الوقت واحد على اثنين M معامل مشترك مضروب بمربع السرعة الأولى زائد مربع السرعة الثانية. أوكي الآن هذا المساواة ما بين هذا وهذا بطبع M1 هذا M. أوكي هذا M. إذا المساواة ما بين هذا وهذا وش يفرض؟ يفرض أنه مربع الفكتور هذا يساوي مجموع المربعات. أوكي ومربع المجموع للفكتور هذا وش هو؟ إذا سمعوا مليح، هو مثل مربع الأعداد. يا أخي تعرفوا أنه A plus B أعداد A وB مهما كانوا أعداد مركبة أو أعداد حقيقية، هو A تربيع زائد B تربيع زائد 2A مضروب بB. أوكي يا أخي تذكروا منيح هذا المعادلة أو الايدنتيتي في الرياضيات. لدينا نفس الايدنتيتي بالنسبة للسكالر برودكت. أوكي عندما يكون عندي في الرياضيات A plus B، إذا متجه A زائد متجه B. أوكي وأريد أن أعمل هذا المجموع سكالر مع نفسه، يعني A زائد B سكالر A زائد B، نتحصل على نفس العلاقة اللي نتحصل عليها في الأعداد. وش هي العلاقة هذه؟ إذا تعطيني A تربيع زائد B تربيع زائد 2
ضرب اي مع بي، ولكن وش هو الضرب؟ هو اي سكالر بي. اوكي، هو اي سكالر بي. اذا لي اي فيكتور اي سكالر اي هو مربع الطول، هو المربع الماجنيتود. اوكي، لماذا؟ لانه سكالر برودكت اذا استعملنا الكومبوننت اكس وواي هو اي اكس تربيع زائد اي واي تربيع. اوكي، راجعوا الشابتر 3 وراجعوا ايضا الشابتر على الشابتر 7 وين عرفنا عمل القوة وتكلمنا بعده عن سكالر برودكت. الان اذا خديت اي فيكتور اي وبي، اوكي، بطبع اي غير منعدم وبي غير منعدم، اذا المجموع مربع. وش هو؟ هو بطبع هذا سكالر نفسه، يعني اي زائد بي سكالر اي زائد بي. اوكي، من هذا. اوكي، مربع اي فيكتور هو الفيكتور سكالر نفسه، ونوزع بعد ذلك المجموع، نوزع سكالر برودكت ما بين الاليمنت كلها. اذا واش نتحصل في الاخير؟ نتحصل على اي تربيع اللي هو هذا، هو اي سكالر اي، زائد بي تربيع اللي هو بي سكالر بي، زائد 2 اي سكالر بي. اوكي، والان نشوف مع بعض بطبع اي واش هو. هو في 1 اف وبي هو في 2 اف. اذا هذا الترم يساوي هذا الترم هذا، اذا قلنا ام على 2 خلاص. اوكي، يكنسل ما بين الاثنين. اذا هنا عندي اي زائد بي متجه مربع زائد يساوي اي تربيع زائد بي تربيع. اوكي، اذا وش معناه؟ معناه انه حتما السكالر برودكت هو اللي منعدم. رانا في الحاله وين هذا يساوي اي تربيع زائد بي تربيع. وش معناه؟ معناه 2 اي سكالر بي يساوي 0. معناه انه اي سكالر بي يساوي 0. وإذا كان A سكالر B يساوي 0، بطبع A غير منعدم إذا عنده طول، و B غير منعدم عنده طول، إذا حتما كوساين تيتا يساوي 0. وإذا كان كوساين تيتا يساوي 0 معناه الزاوية تساوي 90 درجة، معناه أن التو فيكتورز هذو متعامدين أو perpendicular. وبالتالي كنتيجة مهمة، إذا كانوا الكتلتين متساويتين نتحصل على النتيجة هذه، أنه السرعة في النهاية السرعة V1F متعامدة مع سرعة V2F، وهذا اللي نشوفوه مع بعض في السيموليشن. شوفوا إذن هذا اتجاه الجسم الأول وهذا اتجاه الجسم الثاني، ونحن في الحالة وين الكتلتين متساويتين، هذه السيموليشن اللي شفنا من قبل، شايفين أن الاثنين يعملوا زاوية قائمة. أوكي، وهنا أيضا ممكن تتأكدون بالطبع لهنا لازم نأخذ ناقص فاي باش نروح في هذا الاتجاه ونضيف له تيتا اللي هو هذا. أوكي، إذا فاي ناخذ معاكس فاي، إذا 27.7 زائد 62.3 ونتحصل على 90 درجة. أوكي، إذا كانت الكتل غير متساوية، هنا خدينا كتلة واحد مقدارها 5 والكتلة 2 مقدارها 10، بالطبع هذا النتيجة هذه لن تتحقق. أوكي، إذا نشوف مع بعض نفس السرعة البدائية اللي هي 10، شايفين هنا مجموع الزاويتين لا يساوي 90 درجة. إذا ردوا بالكم، مجموع الزاويتين يكون 90 درجة فقط في الحالة وين الكتلتين متساويتين. والآن شوفوا الحالة وين ناخذ كتلة ضعيفة M1 تساوي 5 وكتلة أكبر منها، شايفين أربع مرات خديت الماكسيموم لتسمح لي السيموليشن. دائما نفس الإمباكت بارامتر، المسافة هذه اللي شفناها في البداية هذه تعرف تحت اسم الإمباكت بارامتر. امباكت معناه كوليجن، معناه تصادم. اوكي، الامباكت هو التصادم، ونفس السرعه البدائيه ما غيرتها. اوكي، ودائما اذا لدينا زاويه فاي للجسم الثاني وزاويه تيتا للجسم الاول، ونشوف ماذا يحدث الان. شايفين الكتلة بي 2 أو ام 2 تنتشر في الاتجاه الأمامي، أوكي، إلى الأمام، ولكن الكتلة رقم واحد شايفين انتشرت إلى الوراء أو في الجزء الثاني، الجزء اللي جاي إلى الوراء. وهنا بالطبع رانا في الحالة وين الإكس كومبوننت سالبة. إذا نردوا بالكم، ليست كل الحالات وين الاثنين يروحوا إلى الأمام كما هو معروف مثلا في لعبة البلياردو. بعض الأحيان ممكن تكون أحد الكتل وخاصة الكتلة الصغيرة ممكن ترتد إلى الوراء. أوكي، هذا يعرف تحت اسم باك سكاترينج. سكاترينج هو الانتشار. أوكي، سكاترينج هي عندما تصدم الأجسام مع بعضها بعض تعمل زوايا، هذا يسمى سكاترينج أو الانتشار. وباك معناه إلى الوراء، باك سكاترينج. أوكي، على عكس فورورد سكاترينج، فورورد إلى الأمام. أوكي، فورورد سكاترينج إلى الأمام وباك سكاترينج إلى الوراء. هذه بعض الإرشادات في حل المسائل للتصادمات على بعدين.
إذن أولاً set up a coordinate system and define your velocities with respect to that system. إذن الـ coordinate system هو بطبع محور الـ x اللي عادة نأخذه إلى اليمين أفقي والـ y إلى الأعلى معامد له. أوكي؟ وقبل التصادم عادة الجسم الأصلي أو الـ incident mass يكون متوجه دائما أفقيا إلى اليمين. أوكي؟ بعض الأحيان ممكن يتوجه إلى الأعلى إلى الشمال إلى آخره، ولكن إذا لم يشر إليه في التمرين إذا نفضل نستعمل دائما الاتجاه إلى اليمين كاتجاه أصلي للمسألة. ثانيا في الرسمة تاعك in your sketch of the coordinate system draw and label all velocity vectors. إذا ما هو الـ V1i، ما هو الـ V1f، وما هو V2f، and include all the given information، مثلا الزوايا الكتل إلى آخره. Write expressions for the x and y components of the momentum of each object before and after the collision. إذا تكتب إذا المومنتا لكل الكتل اللي تشارك في العملية. Okay. Remember to include the appropriate signs for the components of the velocity vectors. Okay. إذا إذا كان فيه في المسألة مثلا إشارة إلى أنه يتجه إلى اليسار، إذا ناخذ بطبع أفقيا إلى اليسار ناخذ ماينس. أوكي؟ ونفس الشيء بالنسبة للواي، إذا كان إشارة أن الجسم يسير إلى الجنوب لازم ناخذه بالسالب. أوكي؟ وإلى الشمال إلى الأعلى ناخذه بالموجب. Write expressions for the total momentum of the system in the x direction before and after the collision and equate the two. بطبع equate معناه تعمل أنه الانيشال يساوي الفاينل، إذا هذا حفظ المومنتوم. تعمل العملية في الـ X projection وتعملها أيضا في الـ Y projection. Okay. Repeat the procedure for the total momentum of the system in the Y direction. النقطة هذه لا تهمنا لأنه ندرس فقط التصادمات المرنة، ولكن if the collision is inelastic بالطبع نستعمل فقط حفظ المومنتوم، لا نستعمل حفظ الطاقة الحركية. وأخيراً if the collision is elastic kinetic energy of the system is conserved and you can equate the total kinetic energy before the collision to the total kinetic energy after the collision to obtain an additional relationship between the velocities. إذا نذكر لديكم حفظ المومنتوم يعطيكم علاقة على الـ X ومعادلة على الـ Y، وحفظ الطاقة الحركية تعطيكم معادلة ثالثة، يعني بمقداركم أنكم تحلوا ثلاث مجاهيل في أي مسألة من هذا النوع هذا. مع التمرين هناك خطأ، التمرين أو المثال 9-10 وليس 9-8. إذن إذا حبيتوا تراجعوا التمرين من الكتاب هو هذا. أوكي؟ في الصفحة 267 أو 268 إذن نفس الشكل ونرجع مع بعض. إذن a MC equal 1500 kilogram car traveling east at VC equal 25 meter per second collides with a MV equal 2500 kilogram van moving north at VV اللي هو الفان، إذن C للكار للسيارة و V للفان equal 20 meter per second. إذن الفان إلى الشمال. أوكي؟ إذن positive velocity هنا بالنسبة له، وهنا السيارة إذن إلى الشرق. أوكي؟ إذن أيضا positive بالنسبة لنا. If the car and van stick together following the collision, stick together معناه هناك التصاق بعد الحادثة. أوكي؟ هذه نقطة الحادثة، هذا اتجاه محور X وهذا اتجاه محور Y. What is their velocity, magnitude and direction immediately after the impact? إذا المطلوب هذه، إذا بالطبع لهنا يشكلوا كتلة واحدة، إذا هذا inelastic, a perfectly inelastic collision. Okay. وperfectly inelastic collision كما تتذكرون ليس هناك حفظ للطاقة الحركية، هناك فقط حفظ للمومنتوم. Okay. إذا لدينا كتلة موحدة اللي هي مجموع الكتلتين وسرعة VF للمجموع للحطام. Okay. والمطلوب هو بالطبع الماجنيتود، إذا قيمة سبيد والزاوية اللي تعملها. إذا نكتب حفظ المومنتا قبل وبعد في اتجاه الواي، وحفظ المومنتا قبل وبعد في اتجاه الإكس. إذا في اتجاه الواي وش عندنا؟ عندنا الفان فقط. أوكي؟ السيارة ما عندهاش بروجكشن على الواي لأنها أفقية، عندنا فقط الفان. الفان وش يعطينا؟ يعطينا بلس ام في 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 يساوي ماذا؟ يساوي مجموع الكتلتين والبروجكشن لـ VF على الواي، و VF على الواي إذا هو ساين تيتا، الزاوية تيتا هي بالطبع زاوية السرعة النهائية.
اوكي. اذا عندما نعمل بروجكشن على الواي اذا بالموجب الى الاعلى وتعطيني ساين تيتا. اما فيما يخص الاكس فقبل التصادم لدينا فقط السياره ام سي في سي لانها افقيه تماما، والفان اذا عمودي اذا في اتجاه الواي ليس له بروجكشن على الاكس اوكي. وتساوي ماذا؟ الفاينل بعد التصادم تساوي اذا مجموع الكتلتين مضروب بفي اف مضروب بكوساين تيتا، وكوساين تيتا بالطبع هو الاسقاط على الاكس اوكي، اسقاط في اف على الاكس. الان وش نعمل؟ عندنا مجهولين، المجهول الاول هو الماجنيتود في اف والمجهول الثاني هو الزاويه تيتا اوكي. اذا وش نعمل مثلا لاخفاء في اف؟ نعمل المعادله الاولى تقسيم المعادله الثانيه، وهنا على اليمين نتحصل على ساين تيتا على كوست تيتا يعطيني تان تيتا، في اف على في اف يختفي، مجموع الكتل تقسيم المجموع الكتل يختفي. وهنا وش عندي؟ عندي ام في 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 للفان تقسيم ام سي في سي اللي هو هذا اوكي. اذا كل المقادير هنا هذه معروفه تساوي تان تيتا وتساوي 4 على 3 وتعطينا الزاويه تيتا تساوي 53 درجه اوكي. الآن عرفنا قيمة الزاوية أو الديركشن، نوضع مثلا قيمة التيتا هنا في الساين تيتا ونستخرج في اف من المعادلة الأولى مثلا أوكي، ونتحصل على إذا بعد التطبيق العددي نتحصل على 15.6 متر على الثانية. إذا هنا ذكركم استعملنا فقط لأنه perfectly inelastic collision استعملنا فقط حفظ المومنتوم، ولكن حفظ المومنتوم له معادلة على الإكس عفوا على الواي وعنده معادلة على الإكس، يعني يعطيني معادلتين، والتمرين يطلب مني شيئين مجهولين هما الماجنيتود والديركشن. إذن مجهولين معادلتين، المسألة قابلة للحل. في السؤال الثاني المطلوب بأي كمية تغيرت الطاقة الحركية؟ إذن how much did the total kinetic energy KE kinetic energy change when the MC اللي هي كتلة السيارة when the car moving at VC equal نفس السرعة collided with the van هو كتلته هنا pick up إذا تغير مو van وإنما pick up معليش هذا van traveling at VV يساوي 20 متر على ثانية. إذا القيم العددية ما تغيرت، فقط المطلوب بأي كمية تغيرت الطاقة الحركية. نذكر أنه perfectly inelastic collision فيها inelastic معناها الطاقة الحركية غير محفوظة. إذا هناك فرق ما بين الطاقة إجمالي الطاقة الحركية في البداية وإجمالي الطاقة الحركية بعد التصادم أوكي. إذا المطلوب هو دلتا K هو بالطبع KF ناقص KI. KF في الأخير وش عندنا؟ عندنا كتلة واحدة اللي هي مجموع الكتلتين مضروب ب VF تربيع بالطبع نص هنا أوكي. وناقص ماذا؟ ناقص إذا الطاقة الحركية في البداية، إذا فيها الطاقة الحركية للسيارة زائد الطاقة الحركية للفان أوكي. إذا لدينا كل السرع VF حسبناها 15.6 متر على ثانية في السؤال الأول، ونعمل العملية ونتحصل على ناقص 482. وكما تلاحظون هناك خسارة، يعني هناك جزء من الطاقة الحركية اللي كانت في البداية تحولت إلى طاقة أخرى اللي هي طاقة التشوه أوكي؟ طاقة التشوه والاحتكاك إلى آخره اللي صار أثناء الحادث، هذا كله استهلك من الطاقة الحركية اللي كانت موجودة في البداية أوكي؟ إذن العلامة ناقص تدل على ذلك أوكي؟ KF أقل من KI. وكما تلاحظون تقريبا في البداية كان عندي هذه الـ KI كان عندي تقريبا 1000 شايفين 969 جول عفوا كيلو جول، كيلو جول معناه 1000 جول اوكي. وفي النهاية واستهلكت منه تقريبا 500 اوكي، يعني تقريبا النص. لهذا السبب كتبنا almost half of the kinetic energy was lost. lost معناه خسرناه، خسرناه وين؟ خسرناه في الحادث. التمرين اللي أمامكم إذا هناك خطأ في العدد هنا ليس له أي علاقة مع الأعداد هذه 7.6 تلقاوه في الجزء الثاني من السلايدات اللي هي على صورة الـ PDF. إذا a car of mass M small m equal 1000 kilogram اللي هي السيارة الحمراء moving at 30 meter per second collides with a car of mass capital M شايفين استعملنا capital M للسيارة الأكبر equal 2000 kilogram
traveling at 20 meters per second in the opposite direction. إذا حتما هذه سوف تكون بالموجب وهذه تكون بالسالب. Okay. Immediately after the collision, the 1,000 kilogram car moves at right angle. Right angle. Right angle هو الزاوية القائمة. Okay. إذا تنحرف على زاوية قائمة بالنسبة للاتجاه الأصلي التاه. To its original direction at 15 meter per second. إذا لدينا الاتجاه ولدينا السبيد. إذا لدينا تماما الفيلوسيتي VF. Okay. VF صغيرة. وكابيتال VF للسيارة الكبيرة. الآن مطلوب find the velocity of the 2000 car 2000 kilogram car right after the collision. Right after, right هنا بالطبع بعد الكوليجن. Okay. يعني immediately after the collision. إذا شايفين right لهنا right angle معناه زاوية قائمة زاوية 90 درجة. هنا right after معناه immediately after the collision. المطلوب إذن الـ velocity VF magnitude وزاوية. Okay. إذن فالمسألة ليس هناك أي إشارة إلى elasticity، هل التصادم مرن أو لا مرن. إذن لن أهتم بهذا الأمر. هذا يكفيني أنه المطلوب في المسألة هو مقدارين. أوكي. لمعرفة الـ velocity capital VF لازمني magnitude ولازمني الزاوية. أوكي. إذن في هذا الحال لدي مجهولين، وبالتالي يكفيني معادلتين. إذن يكفيني أن أستعمل conservation of momentum. أوكي. هذا الانيشال أستعمل إذن الحروف الصغيرة للسيارة الصغيرة والحروف الكابيتال للسيارة الكبيرة. إذن لهنا عندي الانيشال كوانتيتيز ولهنا عندي الفاينل كوانتيتيز. أوكي. ونعمل بروجكشن على الإكس ونعمل بروجكشن على الواي ولا أخسر ولا شيء. أوكي. لهنا في المعادلتين تمام. إذن عندي المكونات اللي سوف أحسبها الآن. أوكي. اللي هما كابيتال في اف اكس وكابيتال في اف واي، المكونات للفيكتور في اف اللي هو الفيلوسيتي. اوكي. اذا كل الاشياء الاخرى معروفه، الكتل معروفه، السرعه الانيشال معروفه، والسرعه النهائيه للسياره الصغيره معروفه. يبقى لي فقط هذا وهذا للحساب. اذا هاملك القيم العدديه مره ثانيه، ومن المعادله 2 نستخرج المكونه اكس. اوكي. تعطيني ناقص 5 متر على ثانيه. إذا المكونة X شايفين سالبة. المكونة X سالبة معناه هذا السيارة هذه راحت في الاتجاه اللي جاي على اليسار. بالنسبة للسيارة الحمراء هو الاتجاه الورائي. بالطبع هي كانت تسير في الاتجاه المعاكس، فهذا شيء عادي بالنسبة لها. بالنسبة للمعادلة 3 هذه نستخرج منها VFY. أوكي. إذا VFY يساوي هذا ويساوي زائد 7.5 متر على الثانية. إذا المكونة VFY بالطبع تكون إلى الأعلى. أوكي. والآن أريد VF. إذا VF نستخرجها بعلاقة بيثاغوروس. أوكي. ونتحصل على 9 متر على الثانية. والزاوية تيتا، زاوية تيتا بالطبع شايفين الزاوية اللي استخرجنا هنا ليست الزاوية المتفق عليها. أوكي. إذا زاوية تيتا تساوي 56.3 درجة. هذه الزاوية تيتا محسوبة بالنسبة ل المحور X ولكن بالنسبة للنيجاتيف X. إذا حبينا الزاوية المتفق عليها، الزاوية المتفق عليها هي هذا، تبعوا مليح السهم، هي هذه. أوكي. والزاوية هذه بالطبع وش هي؟ هي 180 درجة ناقص تيتا. 180 درجة ناقص 56، يعني تقريبا 124 درجة. أوكي. إذا كانت ممكن تعطوها بهذه الزاوية هذه 140 درجة، وتكتبوا مليح في الرسمة تاعكم أنه هو هذه الزاوية هذه. أوكي. إذا دائما ما تنساوش الزاوية المتفق عليها والزاوية اللي ممكن تكون مكافئة. أوكي. لفهم المسألة إذا هندسيا نفهم أن التيتا هو هذا الزاوية هذه، والزاوية المتفق عليها ممكن نحسبها في أي لحظة. أوكي. في التمرين هذا لمأخوذ من كتاب مختلف، إذا لدينا أو تقريبا نفس المعطيات. إذا لدينا سيارة صغيرة تسير إلى الشمال، لدينا كتلتها ولدينا سرعتها في البداية، ولدينا إذا شاحنة ولدينا الكتلة تاعها وسرعتها تتجه في اتجاه الشرق، وهناك تصادم، والمطلوب قبل التصادم قيمة المومنتوم. Find the total momentum, magnitude and direction just before the collision. يعني تحسب المومنتوم لهذا والمومنتوم لهذا ونجمع الاثنين
وبعد ذلك ممكن نتحصل على الكوردينيتس x وy أو الطول والزاوية، أوكي direction. إذا فقط هناك إرشادات كيف تجمعوا أو كيف تحسبوا المكونة x وy لكل من السيارة والشاحنة هنا، إذا هذا التطبيق العددي، وبعد ذلك تجمعوا للتوتال مومنتوم باش تلقاو px وpy، وبعده باستعمال علاقة بيثاغورس، إذا بي تربيع يساوي بي إكس تربيع زائد بي واي تربيع، تستخرجوا قيمة البي أو طول المومنتوم بي قبل الكوليجن، إذا هذه القيمة تاعو، الوحدة كيلوغرام متر على الثانية. وأخيرا إذا تان تيتا كيف نتحصل عليه؟ نعمل بي واي تقسيم بي إكس، أوكي، نتحصل على تان، ونعمل أرك تان لهذا الكمية هذه، ونتحصل إذا تلقاو هذه الكمية على أساس التان، والأرك تان لهذه الكمية تعطيكم هذه الزاوية اللي هي 36 فاصل كذا درجة، أوكي. إذا شايفين هنا حسبنا الـ X الكارتيجن كومبوننتس X و Y، وحسبنا أيضا الـ Polar Coordinates اللي هما الـ P طول والزاوية. بالطبع هذا الـ Initial Total Momentum يساوي حتما الفاينل توتال مومنتوم، اوكي. اذا طلب منكم مثلا في نفس التمرين الفاينل توتال مومنتوم، فهو نفسه الانيشال فاينل مومنتوم، لانه حفظ المومنتوم يفرض التساوي ما بين الانيشال والفاينل توتال مومنتوم. التمرين والمثال 9-11. بروتون نمبر 1 with a speed of 3.50 times 10 to the power 6 meter per second. شايفين عندما نتكلم عن الجسيمات، النوترونات، الالكترونات الاخره، إذا عادة السرعة تاعها كبيرة بالنسبة للسرعة اللي نحن متعودين عليها في الحياة اليومية. It collides elastically. Elastically معناه بطريقة مرنة. Okay. With proton number 2 initially at rest. إذا هذا البروتون الثاني متوقف في البداية، وهذا البروتون الأول اللي يتوجه إليه بسرعة V1i. After the collision, proton number 1 moves at an angle of 37 degrees. هذه زاوية تيتا بالطبع. To the horizontal axis. عندما نقول to the horizontal axis معناه بالنسبة للمحور الأفقي. بالنسبة لي. أوكي. عندكم أيضا كلمة أخرى وهي with respect to. هي أيضا بالنسبة لي. أوكي. إذن هنا ممكن نقول مثلا at an angle of 37 degrees with respect to the horizontal axis. And proton number 2 deflects. Deflects معناه deflection. معناه الاتجاه يتغير. Okay, deflection to deflect من deflection، إذن هو تغيير الاتجاه. إذن deflects at an angle phi to the same axis. Okay, إذن phi يقاس بالنسبة لنفس الأكسس، نفس المحور، ولكن إلى الأسفل. Find the final speeds of the two protons and the scattering angle of proton number 2. إذن مطلوب speed v1f v2f والزاوية phi. Okay. إذا حسبته مليح معايا لدينا ثلاث مجاهيل، إذا هما V1F V2F اللي هما speed والفاي، أوكي، ثلاث مجاهيل. ولاحظوا مليح لهنا واش الفرصة اللي عطوني هنا، هي elastic collision، واش معناه عندي معادلتين من المومنتوم وعندي معادلة من الطاقة الحركية، إذا لدي عدة إمكانيات هنا من حيث الرياضيات، المسألة قابلة للحل. إذا both particles are protons معناها الكتل متساوية، أوكي، okay. M1 يساوي M2 يساوي MP، ممكن نكتب مباشرة M، أوكي، okay. ما نقعدش نكتب الـ subscripts بدون فائدة، إذا لهنا على بالنا أنه بروتونات ممكن تكتبوا M مباشرة. Using momentum conservation، إذا لدينا المعادلة في اتجاه الـ X، إذا شوفوا مليح initial عندي فقط هذه في اتجاه الـ X، أوكي، okay. هذه ما عنده ولا شيء. أوكي، إذا هذا الجزء الأول. في اتجاه الواي لدي المكونة للأول باستعمال كوس تيتا، ولدي المكونة للثاني باستعمال كوس فاي. أوكي، نفس الشيء اللي شفناه في بداية السكشن هذا. في اتجاه الواي وش عندي؟ عندي صفر. أوكي، صفر لماذا؟ لأنه هذا متوقف ما عنده ولا شيء، وهذا أفقي، إذا البروجكشن نتاعو في اتجاه الواي صفر. إذا لهنا في خطأ لهنا، اكتبوا أيضا صفر يساوي هنا. صفر يساوي ماذا؟ الجزء البروتون الأول، إذا بروجكشن بالساين تيتا، إذا موجبة، والبروتون الثاني ماينس ساين فاي، لأنه يروح إلى الأسفل. أوكي؟
في المعادلات هذه واش تلاحظوا؟ تلاحظوا انه الكتل ام بي او ام، اوكي، الكتل ام بي معاملات مشتركه على كل الترمات، وبالتالي سوف تكنسل في كل المعادلات، اوكي، تكنسل في كل المعادلات. هنا المعادله هذه كلها تساوي صفر، اوكي. وعدديا اذا تستبدلوا اذا السرع المقترحه هنا، السرعه المعروفه، اذا تعطيكم المعادله رقم واحد من الاكس وتعطيكم المعادله رقم اثنين من الواي، اوكي. إذن دائما هنا لدينا المجاهيل اللي هما فاي و V1F و V2F، ولديكم المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة بطبع هي حفظ الطاقة الحركية، Kinetic Energy Conservation. وش هي؟ إذن في البداية عندنا جسم واحد، بروتون واحد متحرك، وهذه السرعة تاعو. إذن لهنا وش عملنا؟ كنسلنا واحد على اثنين M في المعادلة هذه، أوكي؟ إذا هنا في البداية بالطبع عندما تبدأوا كتابة المعادلة هذه تكتبوا 1 على 2 M الكتلة مضروبة بالسرعة تربيع، السرعة البدائية V1I تربيع، تساوي 1 على 2 M مضروب بهذا اللي هو البروتون الأول بعد التصادم، زائد 1 على 2 M V2F تربيع اللي هو البروتون الثاني بعد التصادم، أوكي. وبعد ذلك تقول أنه 1 على 2 مضروب ام معامل مشترك على كل الترمات الثلاث، اذا يكنسل على كل الثلاث وتبقى لي المعادله ثلاثه، اوكي. والان انتم حرين، اذا الرياضيات، حل الرياضيات معروف. اذا لديكم سرعه V1F، سرعه V2F، والزاويه فاي، ولديكم ثلاث معادلات، هذه الثالثه. اذا تستخرجوا من هذه المعادلات قيمه V1F، اوكي، وقيمه V2F، وقيمه الزاويه 53.0 درجه. ونذكر انه نحن في الحاله وين لدينا إلاستيك كوليجن، اوكي، إلاستيك كوليجن، ولدينا كتل متساويه. وذكروا اذا كانت الكتل متساويه السرعه في النهايه سوف تكون متعامده، يعني مجموع الزاويتين بالموجب بالطبع، هذه 53 هي في الحقيقه ناقص 53، ولكن لهنا ناخذها بالموجب، 53 زائد الزاويه تيتا اللي هي 37 تعطينا بالطبع 90 درجه، اوكي. الآن شوف مع بعض السيموليشن، حاولت أتقرب أكثر شيء من هذا الأرقام هذه، ولكن لا يمكن، لأنه في السيموليشن لا يمكن مثلا أن أمر من 3 إلى 4 باستعمال الفاصلة من 3.2، لا يمكن، أمر فقط بالوحدات من 3 إلى 4، من 4 إلى 5. فحاولت أن أتقرب يعني أقرب شيء لهذا المسألة هذه باستعمال كتل متساوية، ونشوف مع بعض. فيما يخص السرعة البدائية، شايفين السرعة كلها فيها 10 أس 5، بطبع أنا لا يمكن أن أستعمل 10 أس 5 في السيموليشن، إذا سوف أنزع 10 أس 5 لأنه يعتبر فقط معامل order of magnitude، يعطيني فقط الضخم للمقدار. إذا شو راح نستعمل؟ نستعمل فقط 3.5، بما أنه لا يمكن أن أوضع الفاصلة في السيموليشن، سوف أستعمل الضعف تاع هذا، يعني 7. إذا استعملت الضعف تاع هذا معناه ما أتوقعه في النتيجة هو هذا العدد بدون 10 أس 5، وهو الدبل تاع هذا تقريبا، أوكي، يعني 5.6 للجسم الأول وتقريبا 4.2 للجسم الثاني، أوكي. وسوف أعدل الإمباكت بارامتر بحيث أتحصل على نفس الزوايا أو زوايا تتقرب من الزوايا تيتا اللي هي 37 درجة وفاي يساوي 53 درجة. إذا السيموليشن أمامكم، شايفين إذا عدلت الإمباكت بارامتر إلى 14، أوكي، كتل متساوية 5 و5، والسرعة البدائية عدلتها إلى 7، إذا نسبة إلى 3.50، أوكي، ونقوم بالتصادم الآن. والإمباكت بارامتر هذا يسمح لي بالحصول على زاوية تتقرب من 37، شايفين 35 درجة، وسالب 55 للثاني، وبالطبع كما هو متوقع الاثنين متعامدين، الاتجاهين متعامدين، مجموع 35 زائد 55 يعطيني 90 درجة. والمتوقع هنا للجسم الأول قلنا في حدود 5.6، والجسم الثاني في حدود 4.2، بالطبع لا يمكن أن أتحصل على نفس الأعداد لأنه راني مقرب. وهنا كما قلت لكم لعبت بالإمباكت بارامتر، أوكي، لو غيرت الإمباكت بارامتر الزوايا سوف تتغير، وبطبع السرعة النهائية تتغير، أوكي. بطبع هذه النقطة هذه لم ندرسها الآن، ربما البعض منكم يدرسها في السنوات القادمة،
وأيضا المسألة هذه ومسائل التصادم تتطلب تمرين تمارين وتمرين أكثر من المستوى اللي إذا تكتفوا به في السنة هذه أو الترم هذا، وبالتالي علشان تكتسبوا خبرة في هذا المجال هذا يجب أن تتمرنون أكثر وأكثر. لهنا فقط نعمل ريست ونشوف إذا غيرنا نفس إذا المقادير، إذا غيرنا الإمباكت بارامتر إلى 7، إذا نقرب الجسم الأول إلى الجسم الثاني من حيث المراكز، أوكي، ونعمل ستارت، إذا الزوايا سوف تتغير. لهنا أتوقع زاوية أكبر من 37 درجة بالطبع هنا، أوكي، شايفين الزاوية للجسم الأول رأنا في حدود 68 فاصل، أوكي، والجسم الثاني ناقص 24 فاصل. بالطبع الزوايا الفاينل فيلوسيتيز تتغير باحترام المعادلات اللي شفناها اللي هما حفظ المومنتوم وحفظ الطاقة الحركية، ولكن دائما النتيجة هي أنه لكتل متساوية مجموع الزوايا يساوي 90 درجة. نشوف سريعا المثال 9-12 أو تمرين 9-12 اللي هو إذا لعبة البلياردو. In a game of billiards, a player wishes to sink a target ball in the corner pocket. إذا target ball هي الكرة التي تذهب إلى الثقب. Okay? As shown in the figure 9-15. If the angle to the corner pocket is 35 degrees, إذا هذه الزاوية اللي نريد أن نوجه الهدف إليها. At what angle theta is the cue ball? Cue ball بالطبع هي الكرة الضاربة. Deflected. Okay? المطلوب إذا زاوية الكرة اللي نضرب بها. اللي هي زاوية تيتا. Assume that friction and rotational motion are unimportant. معناه نهمل الحركة الدورانية، هذه ندرسها في الشابتر القادم إن شاء الله، والاحتكاك أيضا مهمل. And that the collision is elastic. إذا تصادم مرن. Also assume that all billiard balls have the same mass. إذا في الشكل كما ترون قبل التصادم كيو بول هي الكرة الضاربة الاتجاه تاعها إلى اليمين، أوكي، والكرة الهدف اللي هي هذه إذا متوقفة الإكس والواي، إذا في الاختيارات اللي اتفقنا عليها الزاوية المستهدفة هي 35 درجة للكرة الهدف عشان تروح إلى الثقب، والكيو بول تتوجه بالزاوية تيتا، وهذا هو المطلوب في المسألة. إذا دائما ممكن نتذكر أنه إذا كانت الكتل متساوية والتصادم مرن، وش معناه؟ معناه أنه الاتجاه V1F وV2F لازم يكون على 90 درجة، أوكي؟ Two perpendicular velocities، وبالتالي الزاوية 35 لازم تعطيني المتممة هنا، تيتا لازم تكون متممة لـ 35 لنحو 90 درجة. إذا تيتا تساوي 90 ناقص 35 يعني 55 درجة، أوكي؟ التمرين فقط يقترح عليكم الحل كامل، أوكي؟ إذا يكتب حفظ الطاقة الحركية، أوكي، بما أنه الكتل متساوية، إذا لهنا M1 هو M، هذا M وهذا M، إذا الـ M معامل مشترك، 31 معامل مشترك، إذا يكنسلوا الكل ونتحصل فقط على معادلة باستعمال السرعة، واللي هي المعادلة رقم 1، أوكي، وحفظ المومنتوم، إذا هو هذا العلاقة رقم 2، وهنا نفس الشيء، الكتل متساوية، إذا الكتل هذه M هذه M وهذه M، إذا تكنسل ويبقى لي فقط علاقة باستعمال المتجهات. إذا يبقى لكم أنه V1I المتجه يساوي مجموع V1F زائد V2F متجهات. إذا وش نعمل الآن؟ بما أنه عندي V1I تربيع لهنا، إذا نربع هذا، معناه نعمل سكالر برودكت لهذا الفكتور مع نفسه هنا. إذا هو المجموع هذا، أوكي، يا اخي قلنا نكنسل الكتلة هنا، اذا عندي المجموع سكالر نفس المجموع، اوكي، ونتحصل على هذا الكميه هذه. لهنا عملنا سكالر برودكت المجموع هذا سكالر برودكت مع نفسه، اوكي، اذا v1f سكالر v1f يعطيني v1f تربيع، v2f سكالر v2f يعطيني v2f تربيع، وبعد ذلك عندي v1f سكالر v2f وعندي v2f سكالر v1f، بما انه سكالر برودكت كوميوتاتيف اذا يساوي مرتين V1F سكالر V2F، اوكي، ولدينا اذا هذا V1I تربيع يساوي في نفس الوقت المجموع V1F تربيع و V2F تربيع. الان اذا قارنا مع المعادله هذه هنا
هذا يساوي إذن هذا، معناه أنه هذا يساوي صفر. وإذا كان هذا يساوي صفر، هذه تكلمنا عنها من قبل، أوكي، معناه أنه تيتا، أوكي، كوساين الزاوية تساوي صفر، وبالتالي تيتا سوف يساوي 55 درجة، أوكي.